محامية محامية أنا طالع عليك وعليا مسؤولية يا محامية 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 محامون هيئة الرباط ومثلها يقف المحامون عبر مختلف بقاع المغرب التابعين لنقابتهم للتنديد بالمادة 9 من مشروع قانون المالية 1920 الذي وافقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان وينتظر أن توافق عليه الغرفة الثانية مجلس المستشارين، لأن هذه المادة هي مخالفة للمشروعية القانونية وللمشروعية الدستورية وللمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء واستقلال المحاماة، فهي تعرقل الأحكام القضائية التي ينص الدستور في أحد فصوله بأن الأحكام القضائية النهائية يجب تنفيذها ويجب على الدولة وعلى القوات العمومية أن تساعد القضاء في تنفيذ أحكامه. ما نراه عكس ما ينص عليه الدستور، إذ بدلا أن تساعد الدولة القضاء في تنفيذ الأحكام القضائية التي العديد منها لا زال في الرفوف، إذ نراها تعرقل تنفيذ الأحكام الصادرة عليها. وعلى المستوى الدستوري كما قلنا فإن الدستور ينص على هذه المساعدة التي اختلت إلى آخره. وعلى مستوى المواثيق الدولية فإن مبادئ استقلال القضاء المنص عليها منصوص صادرة عن مؤتمرات دولية رفيعة تقول إن القضاء مستقل ويجب على الحكومات أن تساعد على هذا الاستقلال وأن ترسخه. فبدلا من أن ترسخ الدولة وتساعد القضاء في تنفيذ أحكامه، نرى الدولة المغربية في شخص الحكومة تعرقل هذا التنفيذ. إذن نحن أمام خرق المشروعية، وجاء المحامون بصفتهم يدافعون عن المشروعية وعن تنفيذ القوانين وعن سيادة القانون، جاءوا ليندلوا بهذا الفصل الذي يمس بمهامهم ويمس باستقلال القضاء وباعتبار أحكامه ويمس بالمواثيق الدولية. وسنستمر في إطارة هذا الدفع سواء في شارع أو بمناسبات الحكومة، إذ رغم ما قد يوافق البرلمان على هذه المادة فإنها ستظل غير دستورية، والمسائل غير الدستورية يمكن إطارتها في جميع القضايا المطروحة ولو صدر بشأنها قانون، لأن الدستور هو فوق القانون.